حياكم الله مشاهدينا في فقرات برنامج العالم هذا الصباح. رح نبدأ معكم أولى جولاتنا الميدانية من مركز الشيخ جابر الثقافي اللي يشهد اليوم انطلاق ملتقى الميزانية العامة الأول للدولة، واللي يعقد تحت رعاية وحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف. وطبعا الملتقى يهدف إلى توجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية 2024-2025 وفقا للقرارات والتعامل وقواعد تنفيذ الميزانية، بما يحقق كفاءة الإنفاق وكذلك معالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية. وللمزيد من التفاصيل انضم لنا من مركز الشيخ جابر الثقافي زميلنا نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت. صباحك الله بالخير نواف، وحدثنا عن الفعاليات اللي يتضمنها ملتقى الميزانية العامة للدولة، تفضل. صباح الخير نورة، وصباح الخير أحمد، وصباح الخير لكل من شهد الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت احنا الحين متواجدين في مبنى مركز الشيخ جابر الثقافي، وحقيقة هناك الملتقى، ملتقى الميزانية العامة للدولة الأول 2024 بإشراف وتنظيم وزارة المالية. وهذا الملتقى يأتي وفق رؤية العمل نحو كويت جديدة 2035. الملتقى بدأ قبل قليل بحضور كما تفضلت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، وحضور كثير من الجهات الحكومية ممثلين عنها مسؤولين وقياديين. ولكن حتى نعطي للمشاهد صورة أقرب حول هذا الملتقى من أهدافه والجهات المشاركة والتوجيهات الموجودة التي سيشملها الملتقى، يسعدنا أن نكون الآن معنا الأستاذ أحمد عبد العزيز العمران مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة في قطاع الميزانية العامة في وزارة المالية. أستاذ أحمد صباح الخير، شكرا لك على وجودك معنا الآن. ملتقى الميزانية العامة للدولة الأول 2024، ماذا يحمل في طياته من أهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله اليوم ويانا في ملتقى الميزانيه الاول، وان شاء الله هذا ما راح يكون يعني الاخير. احنا الخطه انه يكون على مدى السنه الاربع سنويه نلتقي فيها مع كبار المسؤولين في جميع الجهات الحكوميه، المسؤولين في الشؤون الماليه طبعا، كون احنا مسؤولين عن اعداد الميزانيه العامه للدوله. وهذا المؤتمر يعني كلامك على متمه في مسألة الكويت 35، فهو يحمل رؤية ومسؤولية وتحديات. الرؤية يعني نطمح من خلال هذا الملتقى أن احنا نحقق رؤية الكويت في 2035، كذلك التحديات تكون في معالجة ملاحظات الرقابية عند إعداد وتنفيذ الميزانية، خصوصا الميزانيات القادمة، والعمل وفق الأسقف المحددة للجهات الحكومية. وهذا طبعا أهداف يعني وزارة المالية، وكذلك بالنسبة إلى مواجهة التحديات في السيولة العامة والاحتياطي العام المتوفر للمالية العامة. أستاذ أحمد، ما هي الجهات المشاركة؟ كما تفضلت هناك القطاع المالي، الملتقى سيشمل توجيهات بالنسبة لهذه الجهات نحو العمل على ميزانية 25-26، نبي نتعرف أيضا على هذه التوجيهات. بالنسبة للتوجيهات، التوجيهات طبعا أتت من توصيات مجلس الوزراء الموقر في اجتماع الأخير مع وزارة المالية، أن وزارة المالية تقدم تصوراتها نحو الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة. كذلك بالنسبة لتوضيح مواطن الهدر من المستهدفات، توضيح مواطن الهدر للجهات الحكومية ومواافاتها فيها والعمل على يعني معالجتها. واخر شيء احب اذكره ان وزاره الماليه يعني من توصيات مجلس الوزراء انها تقدم تقرير كل 3 أشهر نفس ما قلت، فاحنا راينا ان نعمل مثل هذه الملتقيات يعني على مدار السنه ان شاء الله.
استاذ احمد كل الشكر لك على هذه المعلومات في هذا الملتقى، وان شاء الله نشكر جهودكم كوزاره الماليه على هذا التنظيم الرائع وعلى الترتيب ووجود يعني عدد كبير من المسؤولين القياديين في القطاع المالي في جميع الجهات الحكوميه. شكرا لكم، ونلتقي معكم ان شاء الله في الملتقى الميزانيه العامه الثاني 2024. كل الشكر لك. شكرا لك نوره. يمكن سمعنا الاستاذ احمد عبد العزيز العمران مدير اداره التخطيط المالي والمتابعه في قطاع الميزانيه العامه في وزاره الماليه حول تفاصيل واهداف والتوجيهات التي سيشملها ملتقى الميزانية العامة للدولة الأول 2024 الذي بدأ قبل قليل، وإن شاء الله نلتقي معهم في الملتقى الثاني. نعم. إن شاء الله. نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. شكرا.